تركب سلاحك. قدم سلاحك. تحيات شهداء. شهداء عروج دبلة. تخريج هذه الدورة من أكاديمية الشهيدة عروج منبج والتي حملت اسم الشهيدة أريان منبج. ونتمنى للرفيقات دوام النصر والنجاح وأن يكونن قدوة على درب النضال ممن سبقهن من الشهيدات وأن يلتزمن بمقاييس وخصوصيات المرأة الحرة وأن يسيرن في درب النضال كمرأة حرة تكمل مسيرة من قبلها من الرفيقات. اسمي شندار سلوق. نحن هون بأكاديمية الشهيدة رشدة منبج دورة الشهيدة أريان منبج. تلقينا دورة تدريبية لمدة 45 يوم، أخذنا فيها دروس السياسية والعسكرية، استفدنا منها كتير، تدل على حقوق المرأة وحرية المرأة، أخذناها وفهمنا كيف المرأة هي تتعلم وتصبح مرأة حرة وكيف تقاتل وتدافع عن الوطن وعن حريتها وكيف طريق الشهادة اللي تعلمناه ورح نظل مستمرين عليه حتى النهاية.